خدمه ديالكم ولا راسنا. لا واش شنو قالت لها في الواتس؟ قالت لها ماشي العائله ديال ام وهيبه. شكون في البنات؟ انا السلام عليكم البنات. المهم قلت لكم خالتي حليمه من عائلتي ما تيقصوش. كم وليداتنا بنياتنا لاباس عليكم في دارين كده سمع الله يرحمه. ودخلنا بنا عند الحباب وعند مخبوط هادو راه بنياتي عند من جاية هبكم محمد هاد بنيات راه بدا يجيو راه محشوية والله يعطيكم الرضا والله يسهل عليكم ورحنا باقي ما بغينا نجيو من هنا. يلا الوالدة يجيو أسواق طنجة وأهلا وسهلا بزاف شكرا شكرا الدراري الله يعطيكم الصحه خوتي تنحيوكم على هاد الدخلات الزوينه اكيد مع الاخت كريمه العائله الحمد لله. شكرا مرحبا بكم شرفتونا نهار كبير هذا مرحبا بكم انت ناس محبوبات في نورت الشمال نورت طنجه وشكرا للدراري ديال نيما كذا فرقه المرام تما كنشكرهم وتحيه لكم وجاو بغاو يفرحوا بكم اللي يسمعوكم جيتوا بغاو يعطيهم والله يطول عمرهم. الوالده هذا النهار هذا جيتي للشمال وختاريتي الحباب ديالك تزوريهم ضروري العائله ديال الوالد العائله ديال الوالد وراه حتى يجيو الوالد قرابي بزاف جاوات هما ديالنا جاوات راه من المهم راه ديالنا والله يعطيهم رضا والله يسهل عليهم والله يزيدهم القدام وراهم عزاز وغاليين ربي يخليك انت عزيزه ربي يخليك بنتي الله يطول عمرك الله يرضي عليك. واكيد غادي نرجعوا عند الاخت كريمه اللي الحمد لله كنا هذا النهار في الاستضافه ديالها. مرحبا بكم اخويا الشرعيه كان جاني الخبر من عند عمتي لاله فاطمه قالت لك ودي راه كتواجد تمايا البنت ديالي حتى هي اكيد راه تما خصكم تزوروها ضروري والحمد لله زوين الانسان باش يجي تيحيي نقطه ديال الدم وكيتشوف مع الحباب كاينه صله الرحم من بعد 20 سنه ديال الفراق
الله العظيم كنشوفوهم حتى حنا بحالنا بحال المتتبعين وكنبغيوهم وكنفتخر بهم انهم العائله ديالي وكنقولها بكل افتخار انني من عائلتي الله يشرفوني يشرفوني دائما دائما غيبقاو مشرفين لنا ومشرفين الاسر المغربيه الله يكبر بك اختي كريمه وتا اللي بغيت تبدا كريمه كاينه ميسوره تي في اكيد رفقه الاخوات ديالها واحد الخانه متواضعه حانتنا انا وخواتاتي ميسوره كريمه ميسوره كريمه محتوى هادف مغربي اسره شعبيه بسيطه ومرحبا بكم كنتمنى المتتبعين ديال خالتي حليمه يا امي حليمه ويتابعوا بنياتي والله يعطيكم رضا وتعاونوا معاهم والله يعرف يسهل عليكم كريمه غتعرفينا دابا على الاخوات ديالك وجدان السميه ديال الاخت ديالي وجدان تشرفين اختي وجدان تشرف بك الخير اخويا لهلا اختي يا مسكينات مرحبا بكم عندنا وشرف لينا كثر كثر والله الا مرحبا بك ربي يخلينا نهار كبير هذا ربي يخلي عالي وعالم الله يعطيك رضا بنتي راكم معزاز وغاليين وراك في القلب وتا هي ولدي توفى لها مسكينه الراجل راه مسكينه باقا صغيره الحمد لله على كل مازال الحياة كلها خدامك اختي وجدان الحمد لله اللي جاتنا عند الله مرحبا بها اكيد 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 الحمد لله اللهم لك الحمد الحمد لله الحمد لله اللهم لك الحمد الحمد لله على كل حال اختي كريمه زيدي عرفينا على الاخوات ديالك اكيد ديالي نورا تشرفينا اختي نورا السلام عليكم مرحبا بكم الف مرحبا عمرتوا علينا طنجه ونورتوا علينا الشمال كامل ومرحبا وخالتي حليمه عزيزه وغاليه علينا وقلب الكبير وسبق لي مشيت لعندها ربي يخليك انتي اول مره يعطيك رضا مرحبا بهم كاملين بهم ويتقبلوا علينا وصافي هذا وهذه يا كريمه الاخت ديالك هذه الاخت نسرين نسرين تشرفنا اختي نسرين الضيفه ديالكم ومرحبا بكم والف مرحبا ونهار كبير هذا باش جيتوا عندنا وكنا بربي بكم مرحبا بكم والف مرحبا اختي كريمه عندنا هذا حنا راه عائله علاش مشي عند الدقيق هي والسحره هذه والله العظيم الفرحه ديالنا حنا كنا متتبعين ديالكم الله يكبر بك اختي كريمه الفرق ديال 20 سنه حيينا صله الرحم الحمد لله حيينا صله الرحم من بعد هذه المده كامله باسباب الوقت وصافي جينا للشمال اما انتم راكم عزازين وفي القلب العائله ديالنا من الكبير حتى الصغير كنفتخروا بكم وكنبغيوكم وفوق راسكم الله يكبر بيك ودابا غادي نرجعوا اكيد عند تيتي وحفصه كتشوفوا معنا حنا مع العائله الحمد لله يا ربي فرحانين وناشطين وكبرات بينا مسكينه تلقاتنا يعني بعد الحفله هذا اللي دارت لنا تبارك الله والحليب والتمر تلفت على راسها بزاف والله حنا عائله نبغيو ان يعني تلقينا عادي واش شتي ساشا باغا تقول شي ساشا الكواليس متبعين واقفين حتى هما في الكواليس خليهم ماشي متبعين بلا ما شدوهم كنشكركم بزاف الله ينوركم بني ما كذا تنورات اكيد بالوجود ديال الكل ولا لا حصرا الزايا والحمد لله على كل حال حنا تنوعد قال المره غنجيبو لك عيسى واحد المره حنا ما عجبناش شحال بغات عيسى واحد جيبو عيسى واحد حنا ناس نجيبو مكاسه السلام عليكم شاهدي ثالث ولا ان شاء الله تكونوا لاباس والله الا حنا فرحانين بهذا الوجود خوت فدوى اللي هي فدوى عزيزه كنت عارفه غير فدوى ولكن فاش تخواتاتها راهم الله يعمرها دار على تقليدي وشكرا لهم وعلى الترحاب ديال حبوبينا وعلى هذا الشيء اللي ردوا علينا وشكرا لهم عطوا كلمه ليا اتصال يا سلام خليوه ما يمشيو فين ما تمشيو فين بقاو معنا راه باقي شي حاجه تمزيو ان شاء الله صافي احسن حاجه هي اننا تشرفنا بالعائله ديالكم وغنجلسوا هذه الليسه اللي مزيونا يلا كما قلنا ما يمشيو فين مثلا اكيد غتكون ليله طويله ان شاء الله يا ربي مع الاخوات ديال فدوى بقاو معنا ان شاء الله يا مولانا الوالده قلتي البنات تغربوا هنا الله عمري وقيله جاب لي الله مغربي والله هم الى غزال مروحه والناس ياولها مزيانين والمهم كل شيء زوين دابا قلت البنات واقيلا راكم مغربين ايوا ما كاينش المغرب بارك الله ايوا كما تشوفوا وليداتي والله يرضي عليكم والله يسهل الله يسهل اموركم ان شاء الله وتنطلبكم ورغبكم وتعاونوا مع البنيات دياوليها ومساكنات ربعه ديال البنات وخدامين هنا في الشركه
ومساكين في حاله حاله الله راكم عارفين وراكم تتشوفوا في الحاله كاملين وراهم مساكين تخدموا على الوالدين والوالدين في العروبيه والله يخليهم لهم ان شاء الله يا ربي ومساكين طام تيتقاتلوا والله يجعل سيدي ربي يكون عوينكم وعوينهم ان شاء الله اربعه بهم خوس والله الا باربعه بهم ساكنه اربعه البنات والله العظيم الله يطول عمرهم والله يرضي عليهم وهو يكونوا البنات والبنات الحارات مساكنات على الوالدين وراهم تيتقاتلوا معاهم والله يجعل سيدي ربي يكون عوينكم وعوينهم ان شاء الله. بغيناهم يدعموا في القناه ودعموا ميسوره كريمه ميسوره كريمه وتعاونوا مع مولداتي والله يرضي عليكم والله يسهل اموركم وهذا الشيء اللي غنقول لكم اذا كانت امكم حليمه عزيزه عليكم تعاونوا مع بنيتي الله يجعل ربي يعاونكم بالرضا والستر ان شاء الله. هكذا كلمه تحسن ان شاء الله. احنا غير كصوره صافي كل مره تنوجه لكم بحلقه فيها بزاف ديال الحوايج. الميساج اللي حاولنا نوصلو لكم فارغ الصبر هو ان كيفاش البنات يهاجروا من الدار ديال الوالدين وكيدي بلاصه في واحد المدينه اللي ربما كتكون صعيبه بعض المرات على الرجال. مسؤوليه شعر فكرتيني في الماضي وصافي انا ما بغيتش كاع نبكي بالعكس انا فرحانه يمدي بالعافيه جيت عندي وكبرتوا بيا فرحانه بكم الله يخليكم. ولكن بغيت نوصل ان با ما عطاش ربي الولاد بزاف وحنا بنات طلعنا الشمال كنخدموا على با وعلى امي وكنقولوا لهم ما تخممش حنا بحال صيفتي رجال البنت كتخدم وكتكريك وتنزل مسؤوليه الوالدين ديالها شويه كتاكلوا شويه تصيفطوا لباها والحمد لله انا تزوجت سهل لي الله ولد الناس وبقاو خواتاتي مساكن تاهما متعاونين والله يسهل عليهم وعلى اي وحده مغربيه متغربه كتعاون على الزمان على والديها برافو ليها برافو للجميع وكنتمنى خوتنا المغاربه يشجعونا في القناه ديالنا ميسوره كريمه الله يخطيكم الله يكبر بكم كما كتكبروا بينا الله يكبر بكم اختي حليمه شكرا بزاف واحد القصه واحد القصه اللي كتكون ربما غريبه عليكم ولكن هما عارفين كل حكايه مورا واحد القصه اللي كتكون غارقه بزاف ديال المشاعر البنات يعني قدموا عليا الناس ديال لهم راه هما اللي حاسين بهم هما غير كمثال ديال البنت اللي كتجي كتخدم تقريبا بواحد الثمن اللي هو شغنقول لكم ما بينه وبين تكري منه وتاكل منه وكتفكر كيفاش تشيط منه باش تسيفط الوالدين بزاف الحوايج كتجاوز وما كتفكرش لراسها كاع يعني غير باش تشيط واحد الصادر ولكن اللهم لك الحمد لله كل حاجه الحمد لله كل شيء الله سبحانه وتعالى في كتاب ديالو ان بعد العسر يسر اللهم لك الحمد لله كل حاجه والمؤمن كتدوز مراحل اللي هما قاصحين وكما تنقولوا تحت الفرصه ديال ان البنات يعطيوكم واحد الصوره اللي هي زهونه على كاع الشباب الشابات المغربيات وهذه غير صوره صافي يعني الصوره ديال اننا نتعاونوا ونتضامنوا ونتحبوا في الخير ونبغيو الخير لبعضياتنا وهذه الحلقه وهذا هو الميساج اللي حاولنا نوصلوا ليه البنات. شكرا لكم جيتوا عندنا وكبرتوا بينا وهذا الشيء ما كيدرش على ان قناه محبوبه كتمشي غير عند الناس اللي لاباس عليهم بالعكس فرحوا بيا وخالتي حليمه قالت لي واخا نجلس معك على الحصيره هذا شرف ليا وفرحت بزاف وجيت عند راجلي كنقول له راه خالتي حليمه جات عندي قالت لي تبيني بحال مهمتك اللي كتب الله ناكلوا معاك راه داك الشيء اللي كنقعدوا فقط انا وجدت داك الشيء حتى اكرام الضيف واجب الله يسهل عليكم وليداتي وتعاونوا مع البنات مساكينات الله يسهل عليكم والله يرضي عليكم الا كنتو تتبغيومكم حليمه الله يجعل ربي ينوركم وامين حبيبتي وكلمه للبنات الله يهضروا الخاصه ديال اخت كريمه كنشكروا خالتي فاطمه بغينا نشكروا خالتي فاطمه خالتي ادريسيه والاخت فدوه بزاف 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 الكاميرا كنشكروها بزاف الوقفه ديالها حتى هي مسكينه معنا ولاله خطاء علينا والله يخلينا لبعضياتنا والله يساوينا يا ربي العالمين وخلي خوالينا ديما مجموعه كيفما شكرا خالتي حليمه بزاف بزاف ومرحبا بك في اي وقت عندنا الله يسهل عليكم بنيتي وراكم عزاز وغاليين وكبيره اللي كنتي عندنا وفرحنا بكم في عالي وعالي ربي يخليكم بنيتي ولا انا قبل ما نتزوج خدمنا على بانا حنا هادشي مفتخرين به وهزنوا فوق راسنا وفرحوا عليه حتى لاخر يوم في حياتنا هذا شرف لينا وخليكم معنا المتتبعين سي حسن بلد بوجه على فكره ديال اننا حنا غير كنعطيو صوره يعني اي واحد يحاول يتعامل تعاملوا مع بنات المصانيع تحاولوا مع بنات المدينه تعاونوا معاهم رسموهم اعطيهم قيمه دنيا غير ما حطاش الدنيا كلها كيما كتباركي في واحد البارك راه ربما المرات هادي الدنيا غير ما حطا كدوز فيها ديما دير فيها زوين ديما دير فيها مزيان البنت واخا تشوفها غريبه واحترمها قدرها بحال اختك ولا ما كانتش اختك كتكون بنت ولا ما كانتش بنت كتكون امك المهم قدر المراه وقدر البنت والمراه راه عندها واحد القيمه كبيره في المجتمع
وبقاو معنا. تيتيش ايوا حياتي كيما كتشوفوا المتابعين ديالنا كما العاده حجبنا على اختي كريمه للكوزينه. لا راه حنا كنبقشوا في الكوزينه كريمه. العائله دابا حافظوا ذاتي وربي العالم وربي يخليك اختي كريمه ونهار كبير هذا اللي جينا يعني العائله ديالنا فرحنا بزاف والله العظيم اللي كتشرف فينا. جدات واحد القصريه ديالك سقسوا كتحمق عليا. ها انتم تبارك الله كتحمق تبارك الله. ولي وعلى الطريقه هذه الطريقه هذه عجبني انا هذا البريستيج غزال. شوفوا انت كنتمنى انكم تدخلوا القناه ديالها ان شاء الله وتطبقوا الوصفه ان شاء الله يا ربي. ميسوره كريمه ان شاء الله تكون قناه ميسوره ان شاء الله يا ربي وتيسر لك الامور. بكم اختي والف مرحبا. ربي يخليك الله يسهل عليك حبيبي بارك الله فيك. ودابا غنزيدو في العزب القصري انا وياك ما تقلقيش تعاونوا تيزيد تعاونوا احنا بسم الله غنزيدو يا رسول الله إلى الشيء جسدنا محمد الله مع الشيء العلي جيت بغيت انا والو انتما تبارك الله الحمد لله والله يعطيكم الصحه يا الله يسهل عليك صراحه ما كاينش بحال هاد الساعه تحفصه معك يعني بلاد ميحيس الى الرحيم وتشوف مع الخوت بحكم تا هما الخدمات داتهم وحنا كذلك الحياه ديالنا داتنا ما كنتلاقاوش وداكشي الحمد لله اليوم جاوا يتلاقاو مع بنات خالهم والحمد لله يا ربي يا ولاد خالكم يا ولاد خالكم انا راه غنخرجكم انا وتتبعوا هي كانت واحد الوقت الله يسهل دابا نقدر نتلاقينا بكريمه ونتلاقاو معاها. ما تعرفوش شغل اللي صغير زمان بالله والله دابا ملي كنشوفهم في القناه كنشوفهم تنقول لي هذا راه ولد خالي هذا فلان هذا ياسين كنتعرف عليهم اكثر والله الا دابا حنا عايشه معاكم مباشره قربنا اليوتيوب والله الا خلانا نتقربوا الحمد لله بدي اللهم عليكم اكثر الله يسمعنا عليكم. فينا يا وجدان شفناكم وافتخرنا بكم وجدان وجدان شنو قالت لها في الناس بغات قالت لها ماشي من العائله ديال ام وحده شكون في البنات انا السلام عليكم البنات. المهم قلت لكم خالتي حليمه راه من عائلتي ما تيقصوليش المره اللي قلت شي حاجه طيبوني راهم بنياتنا والعائله ديالنا وباكم محمد هادو راهم بنات بنات العائله من القرب بزاف وراهم ديالنا والله يعطيهم الرضا وتعاونوا بعضياتكم وتهلاو بعضياتكم والله يسهل عليكم والله يرضي عليكم ورشجعوا يا بنياتي ودير لهم ابوني وتعاونوا معاهم. ميسوره كريمه ميسوره كريمه وتعاونوا مع مولداتي والله يرضي عليكم والله يسهل اموركم ورحنا وليداتنا كاملين الله يسهل احنا كاملين واحد وخلينا دابا ناكلوا الطعام بنياتي فينا يا حنان فينا يا جيبوا لي حنان تحية لكم بزاف وشكرا لكم بزاف بزاف وشكرا وتحية لها ورا هادو ها إلا ما قزتش وسطهم بيناتهم ما تلمتش في دارو ورا خوت بحال خوتي كيما عندي خوتي حتى هادو ثانيين خوتي الثانيين وهادي أمي الثانية عندي أمي ولكن حتى هادي هي أمي الثانية. أنا مالي الحسن أنا مالي الحسن عزيزي الله الصحة كريمة وشكرا على الضيافة هذه واللي خطيك جبتي لنا العائلة نشوفوها والله إلا باقي إن شاء الله باقي نتلاقاو وباقي نتجمعوا إن شاء الله يا ربي اللي ما جي أكثر من اللي داز وما تمشيو فيه خليكم معنا دابا مع السلامة إن شاء الله يا ربي مع السلامة السلام عليكم.